بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي نجاوبكم على واحد السؤال دائما كيوصلني في لي كومونتير اللي كيتعلق بفروض المراقبة المستمرة. أستاذ، فوقاش غادي ندوزو الفروض الأولى؟ أستاذ، فوقاش غادي يكون الفرد الأول؟ أستاذ، فوقاش غادي يدوزونا الأساتذة الفروض ديال الدورة الثانية؟ غادي نجاوبكم على فوقاش غادي يدوزو الفروض ديال الدورة الثانية بالنسبة لجميع الأسلاك، السلك الابتدائي، السلك الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي. إذا هذا الفيديو درته من أجلكم، مرحبا بكم. اذا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للسلك الابتدائي، اذا بالنسبه للسلك الابتدائي الاسدوس الثاني، اجراء فروض المراقبه المستمره ومسك نقطها عبر منظومه مسار مباشره بعد عمليه التصحيح، هذه معروفه. اجراء اخر فروض المراقبه المستمره ما بين 10 و16 يونيو، اذا اخر فروض المراقبه المستمره بالنسبه للدوره الثانيه، اخر فروض المراقبه المستمره غادي تدوزوها ما بين 10 و16 يونيو، يعني اخر فرض غادي تدوزوه في هذه السنه الدراسيه غادوزوه نهار 16 في شهر 6 2021، مفهوم؟ ومسك النقط غادي يتم ما بين 11 و18 يونيو. سي تري بيان، هذه بالنسبه للابتدائي اخر فروض المراقبه المستمره، يعني الفرد الثاني ماشي الفرد الاول. الفرد الاول غادي نقول لكم فوقاش غادي يكون في اخر الفيديو، بقاو معايا وتفرجوا الفيديو كامل. اذا بالنسبه للسلك الابتدائي اخر فروض المراقبه المستمره غادي يكونوا ما بين 10 و16 في شهر يونيو 2021، فهم؟ بالنسبه للسلك الاعدادي الاسدوس الثاني، اجراء فروض المراقبه المستمره ومسك نقطها عبر منظومه مسار مباشره بعد عمليه التصحيح. كذلك بالنسبة للسلك الإعدادي، إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة غادي يكون ما بين 10 و16 يونيو 2021. إذا ما بين 10 و16 في شهر 6 غادي تدوزو الفروض ديال المراقبة المستمرة، آخر فروض المراقبة المستمرة، يعني آخر فرض غادي يكون في هذه الفترة هذه ما بين 10 و16 يونيو. هادشي ما كيتعلقش بالفرض الأول، كيتعلق بالفرض الأخير في الدورة الثانية، أي في السنة الدراسية بأكملها، مفهوم؟ وكذلك مسك النقط غادي يكون ما بين 11 و18 يونيو 2021. إذا بالنسبة للسلك الإعدادي كذلك بحال السلك الابتدائي، اخر فروض المراقبه المستمره غادي تدوزوها ما بين 10 و16 يونيو 2021. اجيو نشوفوا بالنسبه للسلك الثانوي. اذا بالنسبه للسلك الثانوي التاهيلي كاين اختلافات. اذا الاسدوس الثاني، اجراء فروض المراقبه المستمره ومسك نقطها عبر منظومه مسار مباشره بعد عمليه التصحيح. اذا ركزوا معايا، تجرى اخر فروض المراقبه المستمره ويتم تصحيحها مع المتعلمات والمتعلمين ما بين 17 و22 ماي بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا، مزيان. بالنسبة للتأهيلي أي الثانوي، التلاميذ اللي كيقراو في الثانوي فوقاش غادي يدوزو الفروض؟ آخر فروض المراقبة المستمرة، يعني آخر الفروض ديال الدورة الثانية غادي تدوزوهم في هذه الفترة هذه ما بين 17 و22 في شهر 5، ماشي شهر 6، 17 و22 في شهر 5 بالنسبة للتلاميذ اللي كيقراو في السيزيام واللي كيقراو في البكالوريا، يعني السنة الأولى بكالوريا والسنة الثانية بكالوريا. علاش؟ لأنهم متبوعين بالامتحان في بداية يونيو، مفهوم؟ وما بين 24 و29 ماي بالنسبة للجذع مشترك. وبالنسبة للناس اللي كيقراو في السانكيام، يعني في الجذع مشترك، غادي يدوزوا آخر فروض المراقبة المستمرة، يعني آخر فروض الدورة الثانية أي السنة الدراسية 2020-2021 غادي يدوزوها ما بين 24 و29 في شهر 5 ماي 2021، مفهوم؟ ومسك النقط غادي يبدا من 26 ماي 2021 إلى فاتح يونيو 2021. إذا نقراو هاد الجمل كذلك، تستمر الدراسة في السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا إلى غاية 29 ماي، إذا الدراسة كتستمر بالنسبة للسيزيام والبكالوريا كتبقى حتى 29 ماي، عاد كيشدو عطلة، ماشي عطلة، كيشدو فقط فترة البريباراسيون، كيبريباريو الامتحان، على أن يتم الإعداد الجماعي لاجتياز الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 25 و29 ماي. إذا كيكون فترة ديال المراجعة ما بين 25 و29، لأن احنا قلنا آخر فترة ديال اجتياز فروض ديال المراقبة المستمرة ما بين 17 و22. والقراية عاد سالة 29، يعني من الفترة ما بين من مور 22 حتى 29 هذه كاملة مراجعة يعني للامتحان. كما تخصص الفترة ما بين 21 و26 الإعداد الجماعي لاجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. هذه من بعد الدورة العادية ديال البكالوريا كيتم
من 21 ل 26 يونيو كيراجعوا مع التلاميذ اللي ما حالفهمش الحظ انهم يديو البكالوريا في العاديه باش يدوزوا مزيان الامتحان ديال الدوره الاستدراكيه الامتحان الوطني مفهوم. اما بالنسبه للجذوع المشتركه فتستمر الدراسه الى اخر السنه الدراسيه. بالنسبه للسانكيام كيدوزوا الفروض ديال المراقبه المستمره كما قلت لكم ما بين 24 و29 في شهر 5، ومن بعد كيبداو كذلك يقراو، من بعد يصحوا داك الفروض، يزيدوا الا كاين شي دروس، بعد كتسلى الدراسه بشكل عادي مفهوم في الاخر ديال شهر 6. الان غادي نجاوبوا على السؤال ديال فوقاش كاين الفرد الاول، فوقاش غادي تدوزوا الفرد الاول. اذا اما بخصوص موعد اجراء الفرد الاول، يعني فوقاش غادي يكون هذا الفرد الاول بالنسبه لجميع الاسلاك، السلك الابتدائي والسلك الاعدادي والسلك الثانوي، اذا تتم حسب كل ماده، يعني كتتم حسب كل ماده وكل استاذ وكل سلك، يعني كل سلك على حده، مثلا الابتدائي بوحده والاعدادي بوحده والثانوي بوحده. علاش؟ لان مثلا كنوجدوا في الاعدادي والثانوي كدوزوا ثلاثه ديال الفروض، اما بالنسبه للابتدائي كيدوزوا فقط فرضين مفهوم. اذا تتم حسب كل ماده وكل سلك، لكن في الغالب يتم تمرير هذه الفروض، تمريرها في الاسبوع 24 من السنه الدراسيه. يعني ملي كيوصل الاسبوع 24 من السنه الدراسيه كيتم تمرير هذه الفروض فهم الفرد الاول في الدوره الثانيه فهم. هذه في الغالب دائما. وانا غادي نعطيكم تجربه ديالي كاستاذ، وغادي نقول لكم الفروض غادي يبداو في الاخر ديال هاد فبراير ديال شهر 2 وفي الاول ديال شهر مارس ديال شهر 3. علاش؟ لان كاينه عطله ديال الفتره البينيه الثالثه اللي كتبدا من 14 مارس. يعني قبل من هاد العطله خصكم تكونوا دوزتوا الفروض الاولى في جميع المواد داكوغ، سواء في السلك الابتدائي سواء في السلك الاعدادي او الثانوي مفهوم. اذا هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا دائما بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديوهات ديال القناه، قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. وفقكم الله وسدد خطاكم، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، وإلى عجبكم هذا الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب وديروا واحد الكومنتار بسيط. وشكرا لكم، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.